معروف الرصافي شاعر عراقي، ولد عام 1875 ببغداد، يعتبر واحدا من أشهر الشعراء والكتاب العرب الذين شاركوا في ترسيخ قواعد الفكر الحضاري الحديث، حيث ترك وراءه إرثا عظيما تنوع بين النثر والشعر واللغة والأدب بصفة عامة. وقد أهله هذا الإرث إضافة إلى التجارب الحياتية التي اكتسبها أثناء تنقله بالعديد من البلدان، لأن يكون خير من يقود راية الإصلاح والتجديد بين كتاب وشعراء عصره. فقد أجاد الرصافي من خلال أشعاره التي كانت متميزة بالشكل والمضمون وصف مظاهر الحياة التي عاشها شعبه، وبرع في نقل الأحداث التي مر بها عصره، سواء أكانت هذه الأحداث اجتماعية أم سياسية. وقد امتازت أشعاره بالسلاسة، وظهر فيها اهتمام الشاعر بالقوافي الموسيقية وبصياغة الألفاظ. في هذا الفيديو سنعرض أمامكم واحدة من أشهر قصائده، والتي تناول فيها موضوع الأخلاق والمرأة. هي الأخلاق تنبت كالنبات، هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات. تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات. وتسمو للمكارم باتساق كما اتسقت أنابيب القناة. وتنعش من صميم المجد روحا بأزهار لها متضوعات. ولم أر للخلائق من محل يهذبها كحضن الأمهات. فحضن الأم مدرسة تسامت بتربية البنين أو البنات. وأخلاق الوليد تقاس حسنا بأخلاق النساء الوالدات. وليس ربيب عالية المزايا كمثل ربيب سافلة الصفات. وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلات. فيا صدر الفتاة رحبت صدرا فأنت مقر أسنى العاطفات. نراك إذا ضممت الطفل لوحا يفوق جميع ألواح الحياة. إذا استند الوليد عليك لاحت تصاوير الحنان مصورات. لأخلاق الوليد بك انعكاس
كمن عكس الخيال على المرآة. وما ضربان قلبك غير درس لتلقين الخصال الفاضلات. فأول درس تهذيب السجايا يكون عليك يا صدر الفتاة. فكيف نظن بالأبناء خيرا إذا نشئوا بحضن الجاهلات؟ وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثدي الناقصات؟ فما للأمهات جهلن حتى أتين بكل طياش الحصات. حنون على الرضيع بغير علم فضاع حنو تلك المرضعات.